100% في الحاله دي، الحاله دي لاحمد الشناوي. يعني انا دايما بحب اجيب الحاجات دي ليه؟ لان الراجل راح انفراد، صح، انفراد بنسبه 100%. مظبوط. والانفراد ولو ما طلعش، ولو ما طلعش يا كابتن كريم الشناوي جول، محدش هيلومه، صح. يعني محدش هيقول لا، مهم جدا. عشان كده لو الكره دي الشناوي ما طلعش في كره، في كره ثانيه غير، احنا ممكن نلوم حارس المرمى، صح. لان بص الشناوي هنا عمل ايه؟ خدها بصدره وحطها للراجل وبدا هجمه. فالحالة دي انا بعتبر الحالة دي برضو من الحالات الممتازة، ممتازة للشناوي، رغم ان هو يقول لك الناس الراجل مش لا، هي انفراد انفراد، وممكن لا مش بس انفراد، ده في حيز لاعب الزمالك كمان دي قريبة منه جدا، جدا يعني الكلام ده عارف ممكن تبقى بعيدة عن لاعب الزمالك، مش طويلة. ايوه مش طويلة، برافو عليك، ممكن برافو نرجع عليك. تاني يا جماعة، معلش نشوفها تاني، يا ريت نجيبها تاني ونمشيها كده ايه واحدة واحدة، امشي بقى واحدة واحدة كده لما تترفع، يعني هي تحس ان الكره قريبه اكتر لسيف الجزيري طبعا، ولكن وهي بتعمل بند الارض طبعا عشان دايما بتبقى فيها ميه. بص الراجل قريبه قريبه جدا. انما الشناوي عينه يعني متمركز كويس، هو عايش اللعبه ومركز، صح. فعشان كده اتعامل معاه بشكل كويس، صح. فيعني بصراحه الشناوي شال انفراد، صح.